اخواني واخواتي ولله الحمد، بعد اسبوع كامل من الاعمال الشاقة والتنظيف، ما يقارب 500 قطعة من هذه السيارة اخواني واخواتي تمت تنظيفها بكل احترافية. طبعا السيارة قادمة من قطر، لاند كروزر 2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بكريزي كار كير سوف نتكلم باللغة العربية لهذه المشكلة، لمشكلة سيارة قد غرقت في دولة قطر بسبب العوامل الطبيعة والظروف المناخية التي مرت بها دولة قطر الشقيقة. أخواني وأخواتي، مثل ما وضح معكم، لاند كروزر 2022 ماشي ما يقارب 12,000 كيلومتر، قد غرقت بسبب مياه الفيضانات والسيول وتمت في المياه لمدة 3 أيام. طبعا نقول لصاحب المركبة معوض خير، وسوف نقوم بكريزي كار كير بشرح تفاصيل هذه المركبة وما حدث بها كل المياه إليها. طبعا المياه وصلت إلى القبة أخواني وأخواتي وغطت المحرك السيارة بشكل كامل، مثل مواضح معكم قد ضرب الحلى بعض الأماكن في ماكينة اللاند كروزر الجي اكس ار، مثل مواضح معكم على الفيديو. أخواني وأخواتي، قد دخلت المياه داخل الماكينة من فتحات فلاتر الهواء. طبعا هذه السيارة عبارة عن توين تيربو، قد دخلت المياه من هذا المكان أخواني وأخواتي، وقد تلاحظون الآن الطين بعد جفاف المياه في مكان فلتر هواء الماكينة. بالإضافة أخواني، هذا الفلتر الآخر، كمية الطين عالية جدا في مكان فلتر هواء ماكينة اللاند كروزر أخواني وأخواتي. طبعا كيف عرفنا أن المياه دخلت إلى ماكينة اللاند كروزر؟ طبعا في جيج الأويل، عند سحب جيج الأويل سوف تلاحظون أن يوجد أن مقياس الأويل وصل إلى هذا الحد، وفي الحالة الطبيعية يجب أن يكون الأويل واصل إلى هذا المكان. هذا مما يدل على أن قد دخلت المياه إلى محرك اللاند كروزر، مثل واضح معكم على الفيديو، قد ترون بعض الطين على جيج الأويل واللاند كروزر في كل مكان في هذه السيارة أخواني وأخواتي. مثل واضح معكم قد تلاحظون الآن الطين قد دخل إلى مكان إلى السيستم بريك، مثل واضح معكم على الفيديو. أخواني وأخواتي، أيضا سوف نلقي نظرة على الكابينة الداخلية وما حدث بها أثناء دخول المياه. قد وصلت المياه داخل ديكورات الأبواب، مثل واضح معكم، وفي داخل السماعات أخواني وأخواتي. هذا هو الطين مثل مواضح معكم على الفيديو أخواني وأخواتي. طبعا نحن بكريزي كار كير قد قمنا بفتح هذا الباب وتنظيفه بشكل كامل، مثل مواضح معكم أن هذا الباب قد رد كأنه وكالة، ولكن لا نعلم ما حدث في كهربة وفي ماكينة، لا نعرف ماذا حدث بماكينة رفع الزجاج. هل هذه الماكينة محرك الزجاج يمكن قد يكون أنه يعمل أو لا يعمل، لأن لا نستطيع فحص محرك الزجاج لأن الكهرباء مفصولة عن المركبة بشكل كامل. بالإضافة أخواني، قد ضرب الحلى كراسي الكابينة الداخلية بشكل كامل، مثل واضح معكم على الفيديو. طبعا والصعوبة التي نعاني بها الآن كيفية تحريك هذا الكرسي لإزالة الكاربت وإجراء عمليات التنظيف بشكل كامل. أيضا أخواني وأخواتي، المياه كما تكلمت سابقا قد وصلت إلى القبة،
وايضا دخلت الى الجيج والى لوحه الكنترول بشكل كامل مثل ما واضح معكم على الفيديو اخواني واخواتي. ايضا قد كما ترون الان ان المياه وصلت الى هذا المكان وما تزال موجوده في هذا المكان لانه لا يوجد فيه مكان للتصريف. اخواني واخواتي وبالنظر الى الجهة الخلفية لهذه المركبة نلاحظ ان المياه قد وصلت الى هذا المستوى بسبب الطين المتواجد ما بين الباب الخلفي وجسم المركبة اخواني واخواتي مثل ما واضح معكم على الفيديو. بالاضافة اخواني واخواتي كما تلاحظون هذا المكان لا يوجد فيه تصريف، قد علقت المياه فيه، والمكان الآخر يوجد فيه تصريف أخواني وأخواتي بقي الطين على حاله. أيضا مكان الجيك يوجد فيه طين. هذا المكان أخواني وأخواتي هذا الباب وذاك الباب تمت عملية التنظيف الاحترافية، وإن شاء الله سوف نقوم بتركيب ديكورات الأبواب بشكل كامل. وبالنظر إلى الكابين الداخلية الضرب العفن الكاربت السفلي لهذه الكابينة الداخلية، وقد ضرب الحل أيضا بعض القطع الحديدية وفي الكرسي الخلفي مثل ما واضح معكم على الفيديو. كما تلاحظون أخواني وأخواتي الحل ضرب في هذا المكان بشكل كامل. أيضا سوف أتكلم أخواني وأخواتي على نظام التهوئة والتبريد. تعال، المياه كما تكلمت سابقا دخلت على كل قطعة في هذه السيارة مثل ما واضح معكم. هذا هو مكان فلتر نظام التهوئة والتبريد، وضع مزري، بعض الأشنيات البحرية موجودة فيه، وبعض أوراق الشجر مثل ما واضح معكم على الفيديو أخواني وأخوات. طبعا بكريزي كار كير سوف نقوم بعملية تنظيف الأماكن بشكل كامل، بالإضافة إلى الكور ما تحت توربين نظام التهوئة والتبريد، كمية الطين عالية جدا، بالإضافة إلى ديكورات مداخل الأبواب مثل ما واضح معكم يوجد فيه سماكة من الطين عالية جدا. طبعا إن شاء الله تعالى تيم كريزي كار كير سوف نعمل بشكل متقن على تنظيف كل قطعة في هذه المركبة وعلى إرجاعها كما كانت، ولكن لا نعلم كهربائيا إذا كانت هذه القطع أو بعض محركات شبابيك المركبة أنها قد تعمل أو لا أو أنها لا تعمل، لا نعرف بالضبط لأن الكهرباء مفصولة عن السيارة بشكل كامل. طبعا تخيل أن المياه قد دخلت إلى الماكينة ودخلت إلى الجير ودخلت إلى كل قطعة في المركبة، وقد دخلت أيضا إلى الدفريشن لأن في الدفريشن يوجد بايب تنفيس هواء يخفف الضغط داخل أو ينظم ضغط الهواء داخل الدفريشن أثناء سير المركبة بالشارع. طبعا سوف أصور لكم بالتحديد آليات التنظيف ونرفق لكم التفاصيل أول بأول إن شاء الله تعالى. تلاحظون أخواني وأخواتي دخلت المياه لهذا المكان وإلى ذاك المكان أخواني وأخواتي. طبعا أخواني الآن سوف نبدأ بإزالة بقية القطع من الجهة الخلفية والكراسي الخلفية لهذه السيارة القادمة من قطر الغارقة حتى القبة. طبعا أخواني وأخواتي هذا المكان إزالته بشكل بسيط، تشيك تشاك. هذا المكان أيضا مثل ما واضح معكم كمية المياه عالية جدا. طبعا اخواني واضح معكم واصل الى كل مكان. لإزالة هذا المكان
سلولي. اوكي. واضح معكم. بيت داون كذا. واضح معكم اخواني. There is one more bolt. طبعا اخواتي بعد ازالة البراغي الكراسي الخلفية بالاضافة الى كورات الديكور الانترنس الخلفي للاند كروزر 2022 الغارقة، وانا واخواتي الان سوف نقوم بسحب مثل واضح معكم اخواني تعالوا كمية الحلى على هذه الكراسي اخواني واخواتي مثل واضح معكم عالي جدا. ان شاء الله بكريزي كار كير سوف نقوم بعملية تنظيف هذا الحلى وعمل طبقة من الزبرت الاسود على هذه الكراسي الطين والاوساخ. Just wait 1 minute. Okay, done. Just like this. يجب المحاولة من عدة جهات لإزالة هذه البلاستيك. وأنا وأخواتي الآن الكرسي جاهز. 1 2 3 1 تعال تعال محمد تعال هير. أشوفك. مثل ما واضح معكم على الفيديو اخواني ايضا كمية الحلى عالية بالاضافة الى ما زالت المياه عالقة في هذا الكرسي. قم بازالة احزمة الامان. مثل واضح معكم الحلى ضرب كل سويتش وكل مكان في هذه المركبة اخوان. واضح معكم ايضا بول 1 2 3 1 2 3 ويت سلولي ويت اي ويل ريموف ذس وان فيرست. ويت 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 مثل ما واضح معكم في لك في هذا المكان. بعد ذلك اخواني نقوم بإزالة هذا. يا فور. اوكي.
بس كيبل 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 كيبل. اوكي هير ذس كيبل اولسو. اوه ماي جاد. There is two kinds of lock. Of lock. Yeah. هواني مثل ما واضح معكم المياه دخلت إلى كل قطعة بهذه المركبة. طبعا مثل ما واضح معكم الحلا ضرب كل الكمبيوترات وأجهزة الصوت والكمبيوترات نظام الصوت لهذه اللاند كروزر. بالإضافة سوف نقوم الآن في إزالة والتشيك إيرا. انشيك ريموت. سلولي سلولي. اوكي يجب علينا إعادة كل واضح معكم إزالتها ليس بالأمر السهل إخواني وأخواتي. طبعا سوف نقوم بوضع البلاستيك لإرجاعه. نقوم بإرجاع البلاستيك ويت ويت محمد. I will give this you this one. Wait. Just wait. طين عالقة في كل مكان وفي كل قطعة في هذه المركبة. الصعوبة اخواني واخواتي بعد ازالة الكوارات الخارجية بشكل كامل الخلفية لهذا اللاند كروزر. بقي لدي إزالة الكرسي. قد تم فصل البطارية عن النظام الكهربائي لأن إيصال البطارية في مثل هذه الحالة مما يؤدي إلى ضرر أعلى لهذه المركبة. طبعا سوف أقوم الآن بضخ السيليكون. بضخ يا محمد I put for the light up. Yeah. بضخ لعل لتسهيل حركة اخواني واخواتي. بفضل من الله تم تحريك الكرسي والان سوف نقوم بإزالته. بشكل كامل لحما كنت
سوف نقوم بإزالة Do you have knife? مثل موضع ما اكون يمي طبعاً يجب إزالة عمي سرور لا لا يا قلبي لا يا قلبي بالعكس الامور طيبه والله فدي الخشب لا والله شو ما سوينا شيء دراجه يا ريان والله يا سرو شو سوينا دراجه لا يا قلبي اخواتي الان سوف نكمل عمليه تبطيل كورات الجهه الخلفيه الباب الخلفي باب الدبه دبه اللاند كروزر طبعا هذه المرحلة الأولى طبعا هذا الكور الآخر وهذا الكور تعال بلا هولد لوني غير نقوم يفك this one the red one will be on the left side because it's same okay the red one will be on the left side because it's the same side Also, this one for this light. Wait, Muhammad. We need to remove this one. Wait. Hold. So. طبعا اخواني لازاله هذا اللايت يوجد كليب هنا يجب الضغط عليه مثل مواضح معكم اخواني واخواتي ما تزال المياه عالقه في هذا المكان وهذا المكان. اوكي. الان سوف ننتقل الى الجهه الاماميه نظام التهويه والتبريد هذه اللاند كروزر اخواني واخواتي. الاوساخ
عالية جدا. كما واضح معكم يوجد بعض من الطحالب داخل هذا الفلتر بالإضافة إلى الطين وبعض الحلاقة الضربة توربين هواء نظام التهوية والتبريد. بالإضافة الآن سوف نقوم بفك القنصل الذي ينقل الحركة إلى الجير، يقوم بالسحب إلى الأسفل هكذا. ومثل واضح معكم يوجد كمية من المياه في هذا المكان. إزالة هذا الساعد اخواني واخواتي يوجد لوك ضمن لوكيري هذا اللوك كما ترون وهو لوك الساعة اخواني واخواتي. اخواني بعد فك الايرباك في الجهة السفلية، هذا هو الايرباك تحت اقدام المعول مثل ما واضح معكم، قد ضربه الحلا بشكل كامل اخواني واخواتي. لإزالة هذا المكان لإزالة هذا المكان يجب فك هذا البرغي وهذا البرغي، ويوجد غطاء كفر يغطي براغي هذا المكان. Yeah, guys, we remove this one. I need to remove this one. Which one? This there is here one, a bolt bomb. Where is it? This is no need to remove this one. Yeah, here coming. This lock is strong. That's why no coming. Now, return back for this one bomb. Oh my goodness. This one for the airbag, this one for the light, this one for the light inside. Wait, because we need to remove this one. Okay. Yeah. No. This one. Look at the water. بس ايوه
اخواني ولله الحمد بعد عمليات التنظيف الشامله لهذه السياره لاند كروزر 2022 التي غرقت في دوله قطر الشقيقه مثل ما واضح معكم، تمت عمليه التنظيف بشكل كامل اخواني واخواتي، بالاضافه الى الجير سايد وكل قطع السياره بشكل كامل. اخواني واخواتي كانت يوم شاق، كان يوم طويل من عمليات التنظيف، ولكن ولله الحمد وصلنا الى النتيجة الاتية اخواني واخواتي، تنظيفها بشكل كامل وازالة الطين والاوساخ التي كانت عالقة على المركبة. والان سوف نرسل السيارة بعد عملية تجميع القطع، سوف نقوم بإرسالها إلى الميكانيكي لإجراء عمليات التنظيف الشاملة. سوف نقوم أخواني بتركيب الكورات بشكل كامل، طبعا بشكل كامل كورات كثيرة جدا بتركيبها
وتجهيزه بشكل كامل ان شاء الله تعالى. اخواني واخواتي، هذه قطعه لم تتم عمليه التنظيف، كانت جميع القطع في نفس هذه الحاله، حاله السياره المزريه، ويوجد بداخله ماء. اخواني سوف نقوم باجراء عمليات التنظيف الشامله على هذه السياره وعلى كل قطع السيارات بشكل كامل. اخواني واخواتي، اخواني واخواتي، تقريبا 85 الى 90% من القطع والكابينة الداخلية تمت عملية التنظيف والتركيب والفك بكل احترافية. اخواني واخواتي، ما يقارب 400 قطعة تم فكها من هذه المركبة وتنظيفها بشكل كامل. بقي لدي كم من قطعة، سوف اسجل بعض الفيديوهات للانستغرام، فيديوهات قصيرة جميلة التي تسركم والتي تكون فيها الفائدة لكم. اخواني واخواتي، مثل ما واضح معكم هذا السبيكر الطين موجود عليه، بالإضافة أخواني إلى توربين نظام التهوية والتبريد. طبعا مثل ما واضح معكم تمت تقريبا تركيب أغلبية القطع، بقي لدينا جهة نظام التهوية والتبريد، بالإضافة أخواني إلى جهة السبيكر. بعد عمليات التنظيف مثل ما واضح معكم الأمور جيدة جدا ولله الحمد. سوف نقوم بتسجيل فيديو قصير للإنستغرام، وبعد ذلك سوف أسجل لكم على اليوتيوب بشكل كامل. أخواني وأخواتي، حالة المركبة بعد ما تم عملية التركيب، طبعا الكراسي موجودة وكلهم موجود إن شاء الله تعالى. أخواني وأخواتي، ولله الحمد، بعد أسبوع كامل من الأعمال الشاقة والتنظيف، ما يقارب 500 قطعة من هذه السيارة أخواني وأخواتي تمت تنظيفها بكل احترافية. طبعا السيارة قادمة من قطر، لاند كروزر 2022 جي اكس ار توين تيربو، غرقت بسبب الظروف الطبيعية التي مرت بها دولة قطر الشقيقة. اخواني واخواتي، ما يقارب 500 قطعة تم تنظيفها بكل احترافية، والان سوف نقوم بوضعها على الريكفري. طبعا اخواني مثل ما واضح معكم تمت عملية التنظيف بكل احترافية. طبعا محمد، طبعا اخواني سيارة من دولة قطر اتيت لكريزي كار كير. مثل ما واضح معكم تبارك الرحمن رجعت السيارة كأنه وكالة، والان سوف نقوم بتوصيلها الى الميكانيكي لاجراء عمليات اصلاح الكهربائيه والميكانيكيه بعد عمليات تنظيف.